تمكنت شبكة الرسالة الإعلامية خلال السنوات الماضية من تحقيق إنجازات مهمة في نشر الرسالة الإسلامية عبر قناة سلام الفضائية وإذاعة الرسالة والإعلام الرقمي. ولشبكة الرسالة الإعلامية ثلاث قنوات للتواصل مع المجتمع الإندونيسي، وهي قناة سلام الفضائية. تنتج قناة سلام بالتعاون مع عدد من الدعاة وإذاعة الرسالة وشبابها في القناة مجموعة من البرامج التي تهتم بالعقيدة والفقه والفتوى والبرامج الدرامية وبرامج المرأة والطفل. كما أصبحت القناة على تواصل مستمر مع مشاهديها من خلال برنامج تصحيح التلاوة، حيث طورت قراءة الكثير من الأشخاص في قراءة القرآن الكريم. كما وضعت قناة سلام خطة للبرامج المباشرة والمسجلة التي ستنتجها وتبثها للمشاهدين عبر شاشة القناة، وكانت إنجازات القناة كالتالي: محاضرة العقيدة، برنامج الفتوى الإسلامية، محاضرة في الفقه، برنامج الثقافات العامة، برنامج الثقافات الإسلامية، برنامج المحاضرة العامة، برنامج تحسين التلاوة، البرنامج القرآني. ثانياً، إذاعة الرسالة. إن لصوت إذاعة الرسالة صداً واسعاً عبر الأثير، فهو يستهدف فئة كبيرة من الناس، وخاصة من يستخدمون وسائل النقل والكثير من الأشخاص في إندونيسيا الذين يعتمدون على المذياع في معرفة الأحداث والترفيه والتعلم. وكانت البرامج المسجلة والمباشرة التي بثتها إذاعة الرسالة على أثيرها كالتالي: محاضرة في العقيدة، محاضرة في الفقه، برنامج الفتاوى الإسلامية، برنامج المحاضرة العامة، برنامج تحسين التلاوة، برنامج الثقافات الإسلامية، برنامج الثقافة العامة، البرنامج القرآني. ثالثاً، الإعلام الرقمي. يعيش العالم اليوم في عصر الثورة الرقمية، حيث تطورت التكنولوجيا بشكل كبير وأصبحت متاحة للجميع. ويعنى الإعلام الرقمي في شبكة الرسالة الإعلامية بإعداد المحتوى الدعوي ونشره عبر وسائل التواصل كاليوتيوب والفيسبوك والإنستغرام وتيك توك. أما خطة الإعلام الرقمي لنشر المحتوى الدعوي كانت كالتالي: نواكب التجديد لتكون كلمتنا أكثر تأثيراً في المجتمع، وثقتنا بالله تعالى ثم بالباذلين لنرتقي بالمسلمين وغيرهم نحو طريق الهداية وتصحيح المسار. شبكة الرسالة الإعلامية، ميدان إندونيسيا.